عند اللاعب هشام شعبان. هشام عايز يلم، هشام عايز يعدي، هشام عدى مرة فات، هشام جول 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 جوه جول. هدف اول للنادي الاهلي، عملوها وفي الشباك سجلوها وفرحوا كل الجماهير الاهلاويه. هشام الفنان، هشام شعبان. ايه يا ابني ده؟ هيلعب وليد ومحمد عماد. جول 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 جوه جول. اول اهداف اللقاء واول اهداف النادي الاهلي بالقميص رقم 22 وليد عطيه. وليد يضع الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 8 من احداث عمر شوط اللقاء الاول. ضربه البدايه ميدو يلعبها طويله، ضغط عليه مره ثانيه، عدت مرت، وادي التصويبه وادي الهدف. كلاشا يقطع مرة تانية، حسون مش حسون، ياسين علي، يلا ياسين، مش ياسين، يلعب ياسين، عدت لفارس، يلا فارس، حط يا راجل فارس، يا ولد جول 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 جوه جول. هدف تاني رائع من اللاعب فارس طارق. عد عربي جمال، العربي يفتح مشواره ويعدي، يا سلام للشامي، الشامي روح يا سامي، عد الشامي، جول 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 جوه جول. الشامي ناوي على الهدف الثالث للنادي الاهلي. يا سلام يا شامي، ركنيه للنادي الاهلي، يلعبها وليد وضربه الراس، جول 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 جوه جول. هدف رابع للنادي الاهلي، عملها ميدو ووضع هدف رابع. مازن أسامة يلعب ويعلق، مازن عند سمير، ضربة راس، ودي هدف في مرمى، هدف أول عند ران الصديق. مودة محمد كامر، فريق المدير الفني الفريق كون عمل حساب كل حاجة إلا أن ران الصديق. مازن يلعب عند عبد الجواد في الجانب الأيمن، عبد الجواد يسند لنفسه، لعب عرضية قوية، الهدف الثاني للنادي الأهلي، جول 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 جوه جول. الولد ده مروان محمد يضع الهدف الثاني للنادي الاهلي في لقاء مصر المقصه. طارق وعلي نادر، طارق يا ولد راح معاه، احمد سيد دايما رجليه واخده الكوره، اتلعب الطويله، عدت مر، جول 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 جوه جول. هدف اول للنادي الاهلي، عملها هاني عمرو، وقف صامت، الصمت في حرم الجمال نوع من انواع الجمال. هدف رائع للنادي الاهلي، وادي اللاعب هاني عمرو ما صدقش، وقف الكوره ولمس وحط في الشبكه، كان متسيد اللقاء تماما في شوط اللقاء الاول. يطلع مره ثانيه مؤمن يشتت، ادي اللي بقول لحضراتكم عليه، جول 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 جول. عملها ابن الصعيد، عملها ابن محافظة الأقصر، عملها عبد الوهاب الأبنودي كلاكت تاني مرة، عملوها بالكربون يا حبيبي بالكربون. أشرف يلعب ويعلق العرضية، لكن يمسك السعيد يحيى، وادي هدف للنادي الاهلي، وقعت من الحارس، وادي الثالث يا حبيبي، الثالث هدف ثالث للنادي الاهلي، وقعت من ايد الحارس السعيد يحيى، والسعيد يسعد، والنادي الاهلي هو الاسعد في اللقاء بهدف ثالث النهارده. اشرف العبها في اتجاه سلامه واحد على واحد، سلامه عدى مر، العرضيه فين جول 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 جول. عملها الابنودي عبد الوهاب خط الصعيد، عملها عبد الوهاب علي موسى ابن الصعيد، عملها خط الصعيد عبد الوهاب. اوعى تنسى صاحب الموال والروايه والحكايه، اوعى تنسى اللاعب محمد سلامه. يضغط عبد الوهاب لو عدت، عبد الوهاب لم يا ولد، حط يا راجل، مش ممكن، مره ثانيه، عبد الوهاب، جول 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 جول. العداله تعود من جديد، والهاتريك عبد الوهاب الابنودي خط الصعيد، يحرز هاتريك النهارده. اليوم يومك يا عبد الوهاب،
الليله ليلتك يا عبد الوهاب. قول يا عبد الوهاب وغني وغرط ولحن يا عبد الوهاب. احمد نبيل كوك لعثمان، عثمان النهارده تولى شرط القياده، يعود القائد. يا ولد يا ولد حط بقى يا راجل، حط يا راجل جول. لا 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 مالكش حق، عبد الوهاب بيعمل كل اللي هو عايزه. سوبر هاتريك، سوبر هاتريك عبد الوهاب، عبد الوهاب علي، اربع اهداف ما شاء الله. عبد الوهاب، عبد الوهاب علي النهارده، عبد الوهاب هو اللي بيوزع وهو اللي بيلحن وهو اللي بيغني، هو اللي بيعمل كل حاجه. عبد الوهاب خط الصعيد، خط الصعيد يعود من جديد ويظهر فيه النادي الاهلي بهدف سادس للنادي الاهلي. كوكا احمد نبيل كوكا يلعبها لكن تقع مره ثانيه يا راجل. جول 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 جوه، جول السابع، الهدف السابع للنادي الاهلي في شباك امبي، سبعه النادي الاهلي لا شيء امبي. تقع مره ثانيه من اللاعب السعيد يحيى. كل الظروف اتجمعت النهارده ضد المدير الفني الكابتن. زي ما شفنا اهداف الاسبوع بالصوت والصوره مع معلقنا المميز الشربيني الصغير فاروق صلاح، هنروح دلوقتي لتشكيل الاسبوع والافضل داخل قطاع الناشئين في الاسبوع اللي فات. معانا تشكيل الاسبوع زي ما احنا شايفينه مع حضراتكم على الشاشه. في حراسه المرمى احمد طارق سليمان مواليد 2000، خط الظهر فارس طارق مواليد 2000، اثنين مساكين ميشو عماره وهاني عمرو ومازن اسامه. خط الوسط صلاح اوتاكا مواليد 97، وليد عطيه 2000، تحت المهاجم احمد عربي مواليد 2002 ومحمد فخري القادم من غزل المحله مواليد 99، وهشام شعبان البديل اللي تألق في مباراه شباب الاهلي شباب بيراميدز مواليد 97، وفي الهجوم عبد الوهاب علي مواليد 2001 اللي احرز 5 اهداف في مباراه ام بي السابقه. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.